على مظهر العدل وأمل العالم وقائد الدولة الكريمة التي يسعى لها كل المستضعفين ويهابها ويخافها كل الطغاة. السلام عليك سيدي يا مولاي يا بقية الله أيها الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته. نبدأ تأديننا للحاج الشهيد المظلوم أبو علي الحاج إبراهيم بن الحاج حسن بن سلمان بتلاوة عطرة يتلوها علينا حفيده علي عبد الأمير النواف دفر. يتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد.